اكيد هذه كلها افكارك. ما غلط طلال يوم خلاك تمسك افكاري متواضع فيها. واثق ان طموحك اكبر من اللي انت فيه. خلاص يا صديقي، طموح اللي كان قلص، واللي باقي ما يتعدى حد الكيكين الصغير. طموح فهد اقوى من فهد نفسه. المهم انت كيف؟ وين وصلت في مشروعك اللي تتبحر عشانه في لغات العالم وقوانينه وعلومه؟ طمن، مهما كان التحدي جابر، ترى التحدي كبير وانا احب التحديات الكبيره. يعني بنشوف مشروع المكتبه؟ بنشوف المكتبه وغيرها. ما باش تصيري معها مرة ثانية، فاهمة؟ إن شاء الله. خلود حبيبتي، صدقيني أنا خايفة عليه شوايد. إذا جت مرة ثانية قولي لها إني أبي أكلمها، زين؟ حيرتني يا ولد الناس، ما عرفت لك أصلاً. أنا حاسة أن ييتك ما طبيعية، حتى لو اخترت لها اليوم المناسب. كيفك اليوم؟ الحمد لله. كيف الصحة؟ عادي، أتريى يومي. استوى عمري أكثر من 14 سنة ولحد الحين ما خف هالمرض. متى بيخف هالمرض؟ حبيبي، اللي عندك رحمة وبركة من رب العالمين. كل إنسان مبتلى في كل شيء. عندك اللي غيرك يحلم فيه، وعند غيرك اللي أنت تحلم فيه. هذه حال الدنيا، ما حد في هالدنيا كامل. مكتب المستشار القانوني للشركة يترياك، متى تبدأ الدوام؟ آسف، أنا من باكر الدوام. مستحيل. ما تبغى تساعد أبوك؟
بساعدك مثلك مثل باقي الناس، لكن ما من شركتك ولا فيها. الحين فهمتك، تبقى مكتب محاماة زين يا كيف زين. مرحبا اولادي، مرحبا 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 ابوي مرحبا. ها احسنتوا، تحت تحت تحت. ها هاي احلاكم، هاي احلاكم. ها يا رب وصيروا البيت. ها ابوي هاي احلاك انت. توكل على الله، توكل على الله يا ولدي. الحمد لله رب العالمين. يلا 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 يلا. يا صيد اليوم بتبيع ولا؟ يا والله يا فايل ماشي صيد، الصيد هذي حق البيت. مع السلامة. شفت كيف تأثير الطيب على المريضة يا دكتورة؟ ليش لحد الحين ما طلبت من خطيبك يعمل فحوصاته؟ ولا ما أثر فيكي كلام المريض؟ عين ابنك من أوبتي خلصت. بدأ لحاحه يأخذ منحى الجدية. ترى هل هو قلق أم ماذا؟ لديه إصرار عجيب في التقرب مني. إلى أين ستصل بلحاحك هذا يا دكتور؟ ماما سما موجودة؟ حبيبتي ماما سما راحت البيت.